اللي بتثبت اذا كان عندنا السامبل سايز كبير في هاي الحاله الديستريبيوشن اللي عندنا السامبل هي عباره عن نورمال ديستريبيوشن اللي بتعتمد على السامبل سايز اللي هو عباره عن ان اللي اذا كان كبير في هاي الحاله هي عباره عن نورمال ديستريبيوشن وبناء عليهم حكينا انه اذا احنا اعتمدنا انه الاستيميتر فاليو بالنسبه لي هي عباره عن المين فاحتماليا انه المين اكبر او تساوي اللي هي عباره عن اللور ليميت اكبر او تساوي اقل او تساوي الابر ليميت باوند هاي سميناها اذا متذكرين كانت عباره عن الابر ليميت باوند او الابر باوند وهي عباره عن اللور باوند كانت هاي بتساوي 1 ماينس الفا اللي هي بتمثل الكونفدنس ليفل الموجودين فبالتالي كقيم كان عندنا حكينا 95 اكبر او تساوي سمول ال اكبر اقل او تساوي يو اللي هي عباره عن الابر باوند الفاليوز الموجودين بناء على اساس انه هذول هم عباره عن نورمال ديستريبيوشن حولنا هاي المعادلات لنورمال ديستريبيوشن فوصلنا في النهايه للمعادله الموجوده هنا اللي هي انه المين is more than or equal to x bar minus z alpha divided by 2 sigma divided by square root of n less than or equal to x bar plus z alpha divided by 2 sigma divided by square root of n. هلا هاي بالاعتماد على السنترال ليمت ثيوري اللي بتحكي لي اما الديستريبيوشن هو نورمال او عدد السامبلز هو كبير فبالتالي الديستريبيوشن حيرجع نورمال لانه هذا تم اشتقاقه من خلال ميو ماينس اكس بار ديفايد باي شوي انعكس ال هاي اللي هي عباره عن اكس بار ماينس ميو اللي هي معادله نورمال اللي هي عباره عن كيلو اتس ايكوال اكس بار ماينس ميو لا اكس اكس بار ماينس اكس بار ماينس ميو على ستريس على الجذر على الجذر سيجما على الجذر بالضبط اكس بار ماينس ميو على سيجما على الجذر اللي بتعتمد على النورمال ديستريبيوشن موديل اوكي فبناء عليهم حكينا خلال هذا الشرط اذا احنا شغالين على استيميتر هو عباره عن المين وعدد ان هي عباره عن سامبل سايز معروفه والكونفدنس ليفل اللي شغالين عليه كمان معروف فبالنسبة لي ستاندرد ديفيشن كمان قيمته معروفة في هذه الحالة بقدر أحسب الأبر باوند بالإضافة للأور باوند الموجودين ماشي فمرة ثانية خلال هاي الثيوري اللي احنا شغالين فيها على ستاندرد ديفيشن قيم زد الكونفدنس ليفل اللي هي اللي زد المقابل الكونفدنس ليفل معروفة ستاندرد ديفيشن معروف والساندرد سايز كمان معروفة على أساس إن احنا نحسب الأبر باوند بالإضافة للأور باوند لأنه إذا متذكرين في نهاية المحاضرة الماضية حكينا لو قيمة الستاندرد ديفيشن مش معروفة اللي هي لو قيمة الفاريانس مش معروفة شو بدنا نعوض شو بدنا نعوض وإذا متذكرين في هذيك الحالة حولنا لإيش؟ للتي ديستريبيوشن حنمشي شوي شوي لغاية ما نوصل أوكي باستخدام هذا اللي أنا حاطه على اللوحة أنا شغال على أساس بس هي عبارة عن بول سايلنت شو يعني؟ انا شغال على اساس ان انا شغال على كونفيدنس ليفل بوث سايد الها ابر الها لوور باوند الها ابر لانه حكينا توزع على طرفين انه قيم زد هون موزعه 1000 على 2 و1000 على 2 في المقابل كان في عندنا الون سايد كونفيدنس انترفال اللي هي ممكن تكون هي عباره عن ابر باوند أو lower bound اللي هو عبارة عن حكينا في حالة الـ upper bound حيكون بالنسبة لنا هي عبارة عن mu is less than or equal to x bar plus z alpha divided by 2 sigma divided by 2 في المقابل lower bound حتكون في حالة mu z alpha مش alpha 2 alpha sorry x bar plus z alpha sigma divided by z.
كان هذول هم عباره عن الابر باوند واللور باوند. حكينا ان في حيكون عندنا اختلاف بسيط في هذا الابر باوند واللور باوند بين الون سايد وبين البوث سايد. السبب انه هون عم بنعوض الفا في المقابل هون عم بنعوض الفا على 2. حكيت لكم خلالها انه الفرق بين الفا وبين الفا على 2 بيزيد كل ما الكونفدنس ليفل اللي عندي قل، اللي هي عباره عن قيمه الفا اللي موجوده عندي قل. هذول الشغلات اعتقد انه حطيناهم خلال المحاضره الماضيه. بالاضافه لهذول حكينا عن السامبل سايز. حكينا عن السامبل سايز اللي هي عباره عن بمعنى ثاني اللي احنا ركزنا عليه كم السامبل سايز اللي لازم يكون موجود عندي عشان احقق كونفدنس ليفل معين، اللي عباره عن قيمة زد معينة عشان احقق نسبة ايرور معينة، صح؟ عرفنا ايرور اذا متذكرين كان قيمته عبارة عن اكسبرمنت. فطلع معانا انه السامبل سايز بيساوي n is equal to set الالفا divided by 2 سيجما على e which is the expected error to the board. بورد هاي كانت تمثل required sample size to achieve certain confidence level with certain error. وجربنا عدة تجارب انه كل ما زاد السامبل سايز مع تثبيت الفا وتثبيت الستاندرد ديفيشن قيمة الايرور شو بصير فيها؟ بتقل. واذا ثبتنا الايرور وزدنا زدنا السامبل سايز مباشرة قيمة الفا كمان شو صار فيها؟ بتقل بارتفعت. الكونفدنس ليفل صار صح؟ كونفدنس ليفل الموجود عندنا في النهايه هاي كانت بالنسبه للسامبل سايز. هلا بعد السامبل سايز حكينا في حركه لارج سامبل سمول سامبل لارج لارج بالضبط اكبر من 300. حكينا في حالة اللارج سامبل سايز الفرق بسيط انه قيمة الستاندرد ديفيشن اللي موجود عندي حتصير تساوي اس اس بالضبط. هاي الحالة صار لنا اكس بار صرنا نعوض قيمة اكس بار ماينس المين على اس على مرة ثانية. إذا زاد السامبل سايز تلقائيا القيم اللي أنا بحسبهم حيصيروا يمثلوا البروبيليشن، فعشان صرنا نعوض قيمة S بدل ما نعوض قيمة اللي هي ستاندرد ديفيشن اللي عبارة عن سيجما. اوكي؟ هلا بشكل عام وصلنا في النهاية إلى جنرال، وبعد لارج سامبل سايز حكينا انه قيمة الاستيميتر اللي عبارة عن ثيتا حتكون اكبر او تساوي الاستيميتر بالنسبة للسامبل ثيتا ها ماينس زد الالفا ديفايد باي 2 في ستاندرد ديفيشن بالنسبة للثيتا. اوكي اقل او تساوي ثيتا اللي هي عبارة عن الاستيميتر بالنسبة للسامبل بلس زد الفا ديفايد باي 2 في ستاندرد ديفيشن بالنسبة للثيتا. شو اللي احنا عملناه هون؟ عملناه كالتالي، لو انا صار الاستيميتر بالنسبه لي اي قيمه ثانيه يعني كان هو عباره عن ستاندرد ديفيشن كان عباره عن الفارق وكذا، اوكي؟ حيكون بالنسبه لي قيمه الابر باوند واللور باوند حتصير اكبر او تساوي السامبل سايز السامبل استيميتر، اذا متذكرين هاي اعطيناها جنرال هاي اعطيناها السامبل،
ماينس زد الالفا على 2 في ستاندرد ديفيشن بالنسبه لها، يعني ثيتا اقل او تساوي ثيتا هات بلس زد الالفا على 2 في ستاندرد. هلا هذا بياكد شغلتين، الشغله الاولى انه الاستيميتر انا بقدر استخدم اي استيميتر بشتغل عليه، الشغله الثانيه اللي ضروريه هون هي عباره عن اللارج سامبل سايز. شو السبب؟ لانه نورمال، لانه هون انا عم بعوض النورمال، شلون انا عم بعوض بي ام زد صح؟ ما دام انا عم بعوض بي ام زد فبالتاكيد انها تكون هي عباره عن لارج سامبل سايز، لانه لو سمول سامبل سايز ما بقدر اوصل هي عباره عن نورمال ديستريبيوشن. هذول الشغلات نحن حطيناهم في المحاضره الماضيه. مره ثانيه بدنا نشتغل على الكونفدنس انترفال، حكينا الكونفدنس انترفال معناها كمعنى لو انا في عندي كونفدنس ليفل 95% والله شغال على عينات كونكريت عم بعمل كومبشن تيست اوكي 95% لو انا طلعت انه والله اليو اللي هم عباره عن الابر باوند واللور باوند خلينا افترض 36 ل 40 ميجا باسكال واستخدمت كونفدنس انترفال كونفدنس ليفل 95% معنى ثاني احتمالية انه يطلع الافرج لاي عين انا باخذها اكبر من الخارج 30 وال40 و95% واحتمالية 5% خارج انه لو انا حسبت السامبل يطلع معي خارج القيمة اللي موجودة فهي كانت هي معناها بالنسبة للكونفيدنس انترفال. طبعا بالاعتماد على الكونفيدنس انترفال حكينا في عندنا كونفيدنس ليفل، حكينا كل ما رفعنا الكونفيدنس ليفل شو بصير معنا تلقائيا الانترفال بتزيد، يعني 95% من الاحتمالية انه يطلع معي الافرج بين ال 36 وال 40 عشان اوصل الاحتمالية ل 99% نزيد الانترفال بدي ازيد الانترفال فبصير 99% من الاحتمالية بصير معي والله قيمة الافرج مثلا بين 32 بين 33 مثلا بحال اوكي. أعتقد هذول الشغلات نحن غطيناهم خلال المحاضرة الماضية. آخر إشي بدأنا فيه خلال المحاضرة الماضية اللي نحن نشتغل على الكونفيدنس على المين مع نورمال نورمال ديستريبيوشن لما يكون الفارينس صح؟ لما يكون الفارينس انون معناها تلقائيا سيجما از انون صح؟ في هاي الحاله اتفقنا انه حنروح على كيرف جديد بدل ما نتعامل مع سيجما حنصير نتعامل مع تي هلا بدل سيجما حنروح نتعامل مع اس فاتفقنا انه حنحول لاكس بار ماينس ميو على اس على جذر. هلا هون في عندنا احتمال هون في عندنا احتمال، الاحتمال الأول إنه السامبل سايز إز لارج وفي هاي الحالة أنا تلقائيا اللارج سامبل سايز بترجعنا لإيش؟ للسنترال ثيرم فبطل أعوض إس نورمال ديستريبيوشن باستخدام زد. الاحتمال الثاني إنه يطلع معي السامبل سايز سمول إز سمول وفي هذه الحالة قيمة الاس بالنسبة للاس قيمة الستاندرد ديفيشن مجهولة والستاندرد سايز سمول فما بقدر ارجع للنورمال ديستريبيوشن فاتفقنا في هذه الحالة لما يكون عندي عبارة عن الستاندرد سايز صغيرة حنروح لديستريبيوشن جديد وعبارة عن تي ديستريبيوشن
وحتساوي اكس بار ماينس ميو ديفايد باي اس على جذر. اوكي فهنروح هلا على الدي ديستريبيوشن. هلا الدي ديستريبيوشن بشكل عام بيختلف عن النورمال ديستريبيوشن. بالنسبه للدي ديستريبيوشن النورمال ديستريبيوشن فانكشن distribution function density function هي عبارة عن f of x is equal to I of k plus 1 divided by 2 divided by جذر القاي كي قاي كي دي واي باي 2 تايم مضروب 1 على اكس سكوير دي واي باي كي بلس 1 تو ذا باور كي بلس 1 دي واي باي 2 بحيث انه قيم x اكبر من ماينس انفينيتي اقل من انفينيتي. هلا كي بتمثل هي عباره عن النمبر اوف ديجري اوف فريدم. حكينا كمان اعتقد احنا وصلنا هون انه قيمة k بتمثل number of degree of freedom. حكينا انه هذا density function with n minus 1 degree of freedom. اعتقد هذا اخر شيء وصلنا في المحاضرة الماضية. حكينا في حالة ال variance is unknown حنحولها حتصير هي عبارة عن x bar minus mu divided by instead of sigma حتصير عبارة عن s divided by square root of n. هلا هون في عندنا two cases. The first case إن يكون عند sample size large. The second case إن يكون عند sample size small. The sample size large تبقى إن sample size هي بتحول لنا the normal distribution. لكن في حالة إذا كان عند sample size small فهي حالة حروح على t distribution اللي عبارة عن t is equal to x bar minus mu على s divided by n. هلا بالنسبة للdensity function تكون معكم من خلال هاي المعادلة. بالنسبة للdensity function كحيث هاي المعادلة حتعطيني density function لـ t distribution with n minus 1 degree of freedom. هلا تلقائيا قيمة k هي عبارة عن number of degree of freedom. هي تلقائيا عبارة عن قيمة k عبارة عن number of degree of freedom. هلا هدول آخر شيء وصلناهم خلال المحاضرة. هلا شو ميزة الـ t distribution؟ احنا عندنا مشكلة انه الـ variance is unknown. احنا اصلا عندنا مشكلة انه الـ variance is unknown. هلا باستخدام هذا الديستريبيوشن اللي هو عباره عن الدي ديستريبيوشن المين حيساوي زيرو وقيمه ستاندرد او قيمه الفارينس هي عباره عن كي ديفايد باي كي ماينس 2 لما يكون عندي 4 كي اكبر من 2 اس هي عباره عن قيمه الفارينس. مره ثانيه هلا احنا اصلا في عندنا انه الفاريز انه هذا الديستريبيوشن الموجود عندنا اللي هو عباره عن تي ديستريبيوشن وذ ان ماينس 1 ديجري اوف فريدم اللي نفسها عباره عن قيمه كي. لما تكون قيمه كي اكبر من 2 بعطيكم تلقائيا انه الفاريز حيساوي كي على كي ماينس 2 وقيمه المين حتساوي 0. فهو بحل لكم مشكله الانونز الموجودين عندكم فبتقدروا ترجعوا تشتغلوا على الجداول اللي موجودين. هلا حنبدا بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في النورمال ديستريبيوشن حنشتغل على التي ديستريبيوشن لكن باستخدام هاي المعادله اللي موجوده هون. لكن بدل ما نصير نستخدم قيم زد بنصير نستخدم قيم تي. شو الفرق؟ مش فاهم شو الفرق بين كي وان وكي وان وكي؟ حيطلعوا نفسه ناقص واحد بالضبط. يعني هي يعني النمبر اوف ديجري اوف فريدم او اللي هي عباره عن ان ماينس واحد هي عباره عن ديجري اوف فريدم. فتبقى عدد العينه العينه بناخذ ناقص واحد بالضبط فهي عباره عن ديجري اوف فريدم الموجوده.
هلا هذا الشيء بالنسبه لقيم تي موجوده عندكم في الكتاب، هو عباره عن البيزكس، هو عباره عن تيبل في اللاتين، هي عباره عن تيبل لو بعطيكم قيم تي الالفا ديفايد باي 2 سوري 1 ماينس الفا 1 ماينس الفا والديجري اوف فريدم هي عباره عن هذا الجدول مره ثانيه بيعطيكم قيم تي تي فاليو بالنسبه لل 1 ماينس الفا كونفيدنس مع ديجري اوف فريدم بعضها هو اللي بيكون موجود بينكم يختلف عن قيم زد اللي كانت تعطيكم بس قيم زد بالنسبه لقيم معينه على المرور خلينا نشوف بس في شكل الفانكشن بالنسبه للتي ديستريبيوشن هلا الفانكشن اذا طلعنا عليها للتي ديستريبيوشن بكون شكله هذا شكل الفانكشن فكشكل فانكشن اذا انتم بتطلعوا عليه هو تقريبا سيمتريكال نفس شكل النورمال ديستريبيوشن لو اجيت اقارن قيم شكل الفانكشن لعده فاليوز بالنسبه لقيم كي لو اجيت اقارن هذا شكل الفانكشن لعده فاليوز بالنسبه لقيم كي هلا مثلا لو فرضت انه هاي القيمه كي اتس ايكوال تو 5 ورحت على قيمه كي تساوي 10 هاي مثلا عبارة عن قيمة كي تساوي 10 بصير يقرب عن نورمال كل ما زادت قيمة كي اللي هي تعتبر ايش بتمثل؟ عدد العينة عدد العينة شكل الديستريبيوشن بصير اقرب للنورمال فلو انا زدت كمان قيمة كي بزيادة بصير مثلا هاي عبارة عن كي بتساوي 10 هلا هذا بفسر انه ليش اذا كان عندي السامبل سايز كبير تنقيم مباشره ايش ديستريبيوشن وعباره عن نورمال ديستريبيوشن مره ثانيه كل ما زادت قيمه كي اللي بتعطي انديكيشن مباشر عن قيم ان الموجود عندكم بصير الديستريبيوشن هو اقرب لقيم النورمال ديستريبيوشن اللي موجوده عندكم تمام هاي بالنسبه طبعا للتي ديستريبيوشن تي 1 ماينس الفا اللي هي عبارة عن كونفيدنس اللي هي عبارة عن كي ديجري اوف فريدم اللي هي عبارة عن كي او يوجد ماينس ون وجيت اخذت القيمة هاي الريموت وهاي القيمة اعطيتها عبارة عن تي ال 1 ماينس الفا كي بالنسبة لها طبعا كي اوكي حيطلع مباشرة هاي المساحة بالنسبة لي هي عبارة عن الفا حيطلع هاي المساحة يعني عبارة عن الفا لو اجيت على القيمة المقابل لها من الجهة الثانية اللي حتكون هي عبارة عن تي الالفا مع فاليو هي عبارة عن كي حيطلع مباشرة كمان معي هاي المساحة هي عبارة عن الفا عشان هيك احنا دائما بنيجي بنحكي انه تي ال 1 ماينس الفا كي حتساوي ماينس تي الالفا او بدل كيف اللي بنستخدم ال ان نفسها فهاي حتساوي هاي بس بالقيمة نسبة المساحة يعني بمعنى ثاني حيطلع عندكم نفس السيمتريكال اللي موجود هناك
هاي قيمة انه دي احتمالية انه يكون عندك الفاليو اقل من هذا الليفل هو عبارة عن 1 ماينس الفا في كير حتساوي ماينس احتمالية انه يكون القيمة اقل من هون اللي حتمثل القيمة اللي اعلى من عندك. لاحظ هون انا بحكي اقل وهون بحكي اعلى فعشان هيك اشارة الماينس هي موجودة بتطلع في النهاية نفس القيمة. في حد عنده اي سؤال؟ وش احنا بنحسب مساحه طبعا. يعني انا مش فاهم النقطه بس هي في المساحه بتمثل في النهايه بيرسنتج صح بحيث ان المساحه الكليه اللي موجوده عندك حتمثل واحد صح فبالتالي المساحه اللي موجوده ليفل اوف كونفدنس معين على ديجري اوف فريدم معينه اقل منها حتطلع في النهايه عباره عن مساحه الفا هي عباره عن الليفل اللي موجود عندك هاي المساحه هي نفسها في القيمه اللي موجوده لانه حيكون بالنسبه لك سيمتري فعشان هيك طبعا في 1 ماينس الفا مع ال حتساوي ماينس تي الفا بالنسبه لك نفس النورمال ديستريبيوشن هاي اقل او تساوي هاي اكبر او تساوي تطلع نفسها اوكي خلينا هلا نحول هذا الديستريبيوشن الموجود هون ونروح نحول ل كونفيدنس انترفال بنفس الطريقه اللي اشتغلنا فيها على النورمال ديستريبيوشن. هلا احنا بنفس الطريقه حيكون في عندي لور باوند حيكون عندي ابر باوند بحيث في النهايه الفانكشن اللي موجود عندك هو عباره عن اكس بار ماينس ميو ديفايند باي اس على جدول. هلا هاي بنفس الطريقه اللي رحنا حولناها طبعا هلا بدل ما نتعامل هاي بتمثل ايش؟ حيطلع معنا في النهاية لو حولناها جاهزة هي عبارة عن احتمالية المقيمة المين فاليو أو خلينا أبدأ في قيمة تي فاليو نفس الشيء بعدين أحولها عبارة عن تي فاليو أكبر أو تساوي ماينس تي الألفا ديفايد باي 2 وذ إم ماينس 1 أقل أو تساوي تي الألفا ديفايد باي 2 وذ إم هلا بدي اجي احول تي اعوض بدال الاكس بار ماينس ميو على الاس على الجدل فبيطلع معنا تلقائيا عباره عن احتماليه لقيمة الميو اكبر او تساوي اكس بار بنفس الطريقه ماينس بدل هناك كانت زد بالالفا باي 2 هون حتصير تي واحد ناقص الفا ديفايد باي 2 ان ماينس 1 طبعا في اس على جذر هلا هناك كانت في سيجما على جذر ان لانه كانت قيمه سيجما از نون هاي حتكون اقل او تساوي اكس بار بلس تي الالفا ديفايد باي 2 وذ ان ماينس 1 ديفايد باي طبعا اس ديفايد باي 2 اللي بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا فيها هنعوض بدل تي اكس بار ماينس ميو على اس على جذر ان بعدها هنيجي ننقل اكس بار على الجهتين نعوض اكس بار على الجهتين بعدها هنضرب في اس ونقسم على جذر طبعا بنفس طريقه النورمال ديستريبيوشن كتسمية تي الالفا ديفايد باي 2 with confidence with degree of freedom n minus 1 هي عبارة عن الابر is the upper 100 الفا ديفايد باي 2 بيرسنت بوينت هناك كان عباره عن نورمال ديستريبيوشن هون تكون عباره عن تي ديستريبيوشن طبعا نفس الشيء بالنسبه للور بان لكن الفرق حتصير ماينس خلينا هلا ناخذ اكزامبل عليها كتطبيق زي ما حكيت لكم هاي بالنسبه للشغلات اللي كان عندهم هاي الدور سامبل ديستريبيوشن
مرة ثانية هيكون في عندي x1 x2 up to xn هي عبارة عن سامبل random سامبل أخذناها من normal distribution. هيكون بالنسبة لنا المين فاليو unknown, هيكون بالنسبة لنا كمان الفارنس is unknown. ففي هاي الحالة هنيجي نعرف t distribution هو عبارة عن x bar minus mu divided by s على جذر n, بحيث هذا عبارة عن t distribution with n minus 1 عبارة عن degree of freedom اللي موجودة لهم. بنفس الطريقة هروح نحول الديستريبيوشن الموجود لكونفيدنس انترفال, فبيطلع معانا ان ميو اكبر او تساوي اكس بار ماينس تي اللي تي ديستريبيوشن الفا ديفايد باي 2 والديجري اوف فريدم ان ماينس 1 اس على جذر ان. اوكي طبعا اقل او تساوي الليمت لكن بلس من جهه ثانيه. ما كتبته هناك لكن للتذكير في حاله الوان سايد كونفيدنس باوند على المين فهيطلع معنا عبارة عن بدل T ألفا ديفايد باي 2 N-1 هتصير عبارة عن T ألفا T ألفا في N-1 يعني نفس اللي عندنا هنا بس برجع بعمله هون بدلات T distribution. السبب No one side the bias is unknown على the sample size is هذا عبارة عن example بحكي انه في عندي 95% confidence interval شغالين على مين يعني ممكن يكون في حلاقه بعد شوي صغير اذا كان على ستاندرد ديفيشن. اوكي هدول العينات اللي موجودين اذا بتطلع عليهم عددهم 4 في 5 22 و 22 عباره عن 22 فبحكي لك انه قيمه اكس بار المين فاليو عباره عن 13.71 والستاندرد ديفيشن هو عباره عن اس قيمته عباره عن 3.55 السامبل سايز حكيت لكم هي عباره عن 22 فبالتالي الديجري اوف فريدم 21. اوكي بناء على الكونفيدنس ليفل اللي هو طالب 95% فحنستخدم تي ديستريبيوشن تي فاليو تي كونفيدنس ليفل 0.025 وعندي بالنسبه لي الديجري اوف فريدم عباره عن 21. هلا اذا بتدخل على هذول القيم من خلال تيبل نمبر 5 اللي موجود في الابندكس بعطيكم قيمه تي فاليو هي عباره عن 2.08. اوكي موجود هون الكتاب تحب نروح على الجدول موجود اه يا ريت بس وحده طول بس بتضل كثير ال 1.5 اللي هي الفا عفوا هي الفا ديفايد باي هي واحد ناقص الفا ديفايد باي واحد ناقص الفا بالضبط على الفولدر نفسه بس ارجع خطوه البوك فوق اول واحد هاي عبارة عن دي الالفا ديفايد باي 2 هو التي ديستريبيوشن الموجود عندنا. هلا اذا بتطلع طبعا هون في عندكم بنزل تعمل انتربوليشن بعض الشغلات. هلا احنا عندنا كانت قيمة تي كانت قيمة ان ماينس 1 21 اللي موجود عندنا كان عندي الكونفيدنس ليفل 0.025 صح؟ ايوه 0.025 صح؟ اه 2.5 2.0 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
25 بالالف. انا بخش منها بروح على 0.025 قصتها بزياده صفر ماشي. فديجري اوف فريدم هون موجود معنا هون، وبالنسبه لي هون على هذا الصير حيكون عندي عباره عن الف عفوا، وبيطلع معنا هي عباره عن 2.08. تمام؟ هاي القيمة لتي 0.025 من 5% هي 0.025 وبالتالي 0.025 مع ال عبارة عن 21 تطلع عبارة عن 2.0. هلا بنخبط بنفس الطريقة اللي موجودة عندي هناك، فبالتالي المين فاليو حتكون أكبر من إكس بار which is known 13.71 minus T which is 2.080 n minus 1 طبعا سوري في S على جذر n. اس احنا اوريدي حاسبينها 3.55 على جذر ال دي بتساوي 22. هاي القيمه بتطلع معك في النهايه عباره عن 12.14 اقل او تساوي الاكس بار بلس هاي القيمه اللي حتكون عباره عن 15.1. طيب كيف رقم سمول؟ اوكي اذا انت جرين احنا بالنسبه للسنترال ليرن ثيوري في اعتمدنا تقريبا نوعا ما اعتمدناه عباره عن قيمه 30، فهذا الشابتر عم بيحكي لنا 40. هلا هي كل ما زاد طبعا كلمة صغيرة وكلمة كبيرة بتعتمد على الخطأ اللي موجود أصلا في العينات بالنسبة للنورمال ديستريبيوشن. فهمت شو قصدي؟ يعني إذا هم قراب على النورمال ديستريبيوشن، لو أنت حققت العينة 25 ل 20 ل 30 بتوصلهم للنورمال ديستريبيوشن. بس إذا هم جدا بعاد عن النورمال ديستريبيوشن بيلزمك أكيد عينة أكبر بكثير. فهي القيمة التقريبية اللي كانت موجودة في شابتر 2 أعتقد سنترال شابتر 3 اوكي كان موجود بقيمه 30. هلا هون مثلا في هذا الشابتر بيحكي عن 40، فهي فيش قيمه ثابته لكن في العالم حدود 30 40. بس زي ما حكيت لك شو السبب الاساسي في هذا الموضوع؟ السبب انه اصلا السامبل اللي انت مختارها شو قربها من النورمال ديستريبيوشن. اذا هي نورمال ديستريبيوشن حتى لو العرض قريب فهي نورمال ديستريبيوشن، اذا هي بعيده شوي يصير عن نورمال ديستريبيوشن إذا بعيد شوي يصير بدك عدد 25 ل 30 توصل للنورمال ديستريبيوشن، بس هي أصلا بعيدة كثير عن النورمال ديستريبيوشن. فهي الحالة لا كيف ممكن توصل ل 50 يعني. هلا هو اوريدي معلق هون بحكي لك الكونفدنس انترفال از فيرلي وايد بيكوز ذير از ا فيربيليتي ان ذا ميجرمنتس ا لارج سامبل سايز وود هاف بليد ان ا شورت انترفال. شو يعني؟ يعني اذا كبرنا العينه لو احنا كبرنا العينه تلقائيا هي حتكون اقرب لايش؟ للنورم للنورمال ديستريبيوشن، فبالتالي الكونفدنس انترفال بتقل. ليش؟ بتقرب الكيرف. انت صار عندك عدد العينات عدد السامبل جدا كبير، فالخطا اللي موجود عندك قليل، فلما يكون الخطا قليل مباشره الكونفدنس انترفال شو بصير عندك؟ بصير اقل. يعني اقل معناها الليفل يزيد. ممكن كيف اعرف انه في نهايه لازم نزيد حجم العينه؟ لا هو ما بنحكي نزيد حجم العينه، اللي احنا بنحكي انه لو زدنا حجم العينه هلا بالارقام لو احنا زدنا لو بنطلع عليها معادله كمعادلات لو احنا زدنا ام بنقسم على رقم اكبر معناها انا عم ببعد عن الافرج فاليو بقيمه اقل صح؟ حتصير عندي الانترفال اقل. هلا نيجي نحكي عن المنطق، لو زدنا عدد العينه زدنا السامبل سايز تلقائيا الخطا شو بده يصير فيه؟ بده يقل، ما دام قل الخطا فانا بقدر اوصل الكونفدنس من خلال انترفال صغير. اما برفع الليفل الكونفدنس من خلال نفس الانترفال او لنفس الليفل الكونفدنس بقلل الانترفال صح؟ مره ثانيه خلينا نعيد. خلينا ننسى الارقام. اذا زدنا على حجم العينه وثبتنا الكونفدنس اللي موجود عندنا 95. هلا ما دام حجم العينه كبير احنا وصلنا اقرب في الفالوز على المين فالوز الموجودين، فتلقائيا الكونفدنس انترفال حقق، يعني انا بكون ضامن اكثر
انه الكونفيدنس انترفل حتصير اقرب على المين، لانه حجم العينه عندي كبير. اوكي، هلا اذا ثبتت حجم العينه، سوري ثبتت حجم الانترفل، بكون عندي كونفيدنس اعلى انه المين حيطلع ضمن هذا الرينج، صح؟ معناته بتقرر شو اللي بكون زدته؟ الكونفيدنس انترفل. فيا بثبت الليمتس وبحكي الكونفيدنس اعلى، يا بثبت الكونفيدنس وبحكي صغر الانترفل الموجود عندي، صح؟ صح ولا لا؟ لحد الان في الشغلات اللي احنا شغالين عليهم، شغالين على اساس انه سواء النورمال ديستريبيوشن او سواء اللي عباره عن الكي ديستريبيوشن، كلها شغالين على اساس انه المين هو عباره عن الاستي. هلا خلينا نشوف في حاله لو كان عندي الفاريانس هو عباره عن الاستي. normal distribution او sample size. هلا لما نشتغل على confidence interval بالنسبه للفاريانس، الفاريانس حال طبيعته ترتيب، صح؟ فعشان هيك بنشتغل على function جديد بنسميه chi distribution. نشتغل على function جديد هو عباره عن chi square distribution. هلا الكاي سكوير ديستريبيوشن نقدر نعرفه من خلال هاي الفاليو، اللي عباره عن اكس سكوير ايكوال ان ماينس 1 اس سكوير ديفايد باي سيجما اس سكوير. هلا هاي طبعا زي ما حكيت لكم هي عباره عن الكاي سكوير ديستريبيوشن. خلينا في البدايه احكي عن شكل هذا الديستريبيوشن. هذا الديستريبيوشن بكون عندنا بهذا الشكل. خلينا طبعا نفس الحاجة في degree of freedom، لو كان عندي قيمة k بتساوي 10 قيمة صغيرة، هيكون عندي شكل distribution هو هيك. اوكي، لو انا رفعت قيمة هاي مثلا قيمة k بتساوي 2، لو انا رفعت قيمة k اللي هي عبارة عن degree of freedom اللي هي بتعمل reflect على ايش؟ على السامبل سايز، على السامبل سايز، تلقائيا بصير عندي بالشكل هيك. هاي مثلا k is equal to 5، لو انا رفعت قيمة k لقيمة مثلا 10 بصير عندي الشكل زي. فواضح انه انا كل ما رفعت k كل ما الديستريبيوشن كيف صار شكله؟ بقرب على النورمال، نوعا ما بصير اقرب على شكل النورمال ديستريبيوشن، نوعا ما بصير اقرب على شكل النورمال ديستريبيوشن. هلا بالنسبة للدنسيتي فانكشن خلينا نكتبها. f of x بالنسبة ل chi square distribution is equal to 1 divided by 2 to the power k divided by 2. Okay, k divided by 2 multiplied by x to the power k divided by 2 minus 1 e to the power minus x to 1.
اوكي هلا هذا التاي سكوير ديستريبيوشن البرسنتج بوينت اللي له موجوده في تابل طبعا موجوده في الابندكس اللي عباره عن تابل اللاتين اللي عباره عن سكر اوكي فهاي كمان نفس الشيء هذا الديستريبيوشن موجود في الابندكس مره ثانيه حنستخدم اكس سكوير او كاي سكوير ديستريبيوشن نسوي لهم هون هنتعامل مع الفارنس والفارنس الدرجه اللي له تربيعي فما بزبط نحن نضلنا شغالين في شيء من خلال اوكي طبعا بنفس الطريقه حيكون عندي هو عباره عن كاي سكوير ديستريبيوشن وذ ان ماينس 1 عباره عن الديجري اوف فريدم بالنسبه للارت ديستريبيوشن للتذكير كنا شغالين على الكونفيدنس انترفال خلال المحاضره الماضيه فحكينا اذا كان عندي هو عباره عن نورمال ديستريبيوشن والسامبل ستار بقدر اطبق اللي عباره عن نورمال ديستريبيوشن عشان نوصل كونفيدنس انترفال شو الكونفيدنس انترفال هي عباره عن لور باوند ابر باوند بحيث لو انا قررت انه عندي الكونفيدنس ليفل خلينا نحكي 95% بكون احتماليه انه يطلع اليمين ضمن اللور باوند والابر باوند هي 95% و 5% بيطلع معي يمين بالنسبه للسامبل اللي بنختارها خارج اوكي هلا الشيء اللي بعطى لو كان عندي السامبل سايز كبير فبقدر استبدل اس بدل سيجما في الستاندرد ديفيشن هلا النقطه اللي بعطى اللي رحنا لها لو كان عندي ديستريبيوشن مش نورمال وكان عندنا كمان الفارنس مرة ثانية كان عندي N عددها قليل السامبل سايز قليل ما بقدر اطبق النورمال ديستريبيوشن وكان الفارنس زائد في هاي الحالة رحنا على ديستريبيوشن جديد وعبارة عن تي ديستريبيوشن تي ديستريبيوشن بدل ما نستخدم سيجما على جذر N اللي هي عبارة عن X بار ماينس ميو على سيجما على جذر N حولناها ل X بار ماينس ميو على S على جذر N وهاي كان في لها ديستريبيوشن جديد شكل ديستريبيوشن موجود في تيبل تيبل نمبر 5 في الابندكس بحيث بدل ما نستخدم النورمال ديستريبيوشن صرنا نستخدم التي ديستريبيوشن تعطينا انديكيت طبعا من خلال بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا فيها في النورمال ديستريبيوشن عملناها في التي ديستريبيوشن طلعنا شو الابر باوند شو اللور باوند طلعنا قيم التي الفا على 2 مع ديجري اوف فريدم بناء عليه رحنا على الجدول طلعنا هاي القيم ورجعنا عوضناها في القوانين اللي كانت معنا من خلال هاي العلاقه حتصير عندي المين فاليو اكبر او تساوي اكس بار ماينس تي الفا ديفايد باي 2 والديجري اوف فريدم ان ماينس 1 في اس على جذر ان لاحظ هون اس سيجما لاحظ هون احنا شغالين على تي ديستريبيوشن بدل زد فاليو اللي عباره عن نورمال ديستريبيوشن اقل او تساوي اكس بار بلس تي الفا ديفايد باي 2 ديجري اوف فريدم ان ماينس 1 في اس على جذر ان هلا بعدها رحنا على شيء جديد هو مش جديد يعني نفس الموضوع اللي احنا شغالين فيه عباره عن الكونفدنس انترفال لكن بدل ما شغالين على اساس انه الاستيميتر هو عباره عن مين حاليا صرنا نشتغل على اساس انه الاستيميتر هو عباره عن الفارنس حكينا في حاله الكونفدنس انترفال لما يكون عندي الفارنس هو عباره عن الاستيميتر فاليو حنصير نستخدم تاي سكوير ديستريبيوشن هلا شكل التاي سكوير ديستريبيوشن بهذا الشكل بحيث كل ما انزل قيمه كي بصير اقرب على النورمال ديستريبيوشن بس كمان في عندي النورمال ديستريبيوشن من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي صح؟ هلا هون بصير الشكل قريب لكن ما تنسوا انه الريفرنس بالنسبه لي زيرو بده يضلوا عباره عن هذا عباره عن تنسل فانكشن بالنسبه ل كاي سكوير ديستريبيوشن طبعا حكيت لكم انه البرسنتج بوينت اللي هي البرسنتج اللي بتمثل قيم اكس سكوير موجود في تيبل الست اللي هو موجود في هلا هذا اخر شيء انا بس خلينا نكمل هلا
بناء على هذا الدنسيتي فانكشن اللي احنا حنستخدمه بالنسبه للفاريانس حيكون بالنسبه لي احتماليه انه اكس سكوير اكبر من كاي سكوير بالنسبه لقيمه الالفا مع قيمه كي في هتساوي الانتجريشن من قيمه اكس سوري كاي اللي عباره عن الفا والديجري اوف فريدم كي اب تو انفينيتي لا الدنسيتي فانكشن الموجود عندي هناك دي اوكي. هلا هذا شو بثبت لكم؟ بثبت لكم القيمه الموجوده في الجدول هي بتمثل المساحه اللي موجوده صح؟ مره ثانيه هلا الدنسيتي فانكشن سواء النورمال ديستريبيوشن او التي ديستريبيوشن كنا نحكي الاحتماليه عباره عن الانتجريشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي صح؟ او كنا ناخذ عباره عن لوجيتيد، لكن هلا هون لاحظوا الاحتماليه عباره عن الانتجريشن من عند قيمه اكس اللي احنا شغالين عليها لانفينيتي لقيمه الانفينيتي. فهذا يعني شكل الديستريبيوشن لاحظوا هو غير احنا ضد الليفل موجود عندنا. فمثلا لو انا اخذت قيمه احتماليه انه الاكس سكوير اكبر من كاي سكوير ل 0.05 على اساس انه الكونفدنس عباره عن 0.05 مع ديجري اوف فريدم بتساوي 10 حتساوي هي نفس الاحتماليه انه اكس سكوير اكبر من 18.3 وهذه المساحه شو حتساوي في النهايه؟ احتماليه الكونفدنس اللي عباره عن 5% صح؟ تذكرين التي ديستريبيوشن لما كنا نحكي انه هي الفانكشن الموجود عندي لما انا اخذ قيمه تي قال المساحه اللي هون شو طلعت معنا؟ الفا على الواحد صح؟ المساحه اللي هون كانت عباره عن الفا للواحد صح ولا لا؟ لما احنا اخذنا الاحتماليات من شوي استقر حكينا قيمه بناء على قيمه تي الالفا على 2 بالدجري اوف فريدم ان ماينس 1 تطلع هاي المساحه الفا على 2 الفا على 2 هاي المساحه كمان كانت عباره عن الفا على 2. هلا هون عندنا احتماليه انه اكس سكوير ليش عم بتعامل مع اكس سكوير؟ فاريانس يعني بتعامل مع الفاريانس فالفاريانس حيكون بالنسبه للتربيه هي اكبر او تساوي كاي سكوير بالنسبه لقيمه الفا 0.05 ودجري اوف فريدم 10. هلا هون في هاي الحاله كل الكيرف من جهه واحده صح؟ صح ولا خطا؟ صحيح. فبالتالي احتماليه انه اكس سكوير اكبر من 18.3، هلا ال 18.3 من وين جبتها؟ من الجدول. هي من الجدول قيمه مقابل الاكس سكوير للكاي سكوير لل 0.05 ديجري اوف فريدم بتساوي 10، هلا هاي حتطلع بدها تساوي 0.05 اللي عباره عن اوكي. هلا لو اجينا نرسمها هاي عبارة عن الفانكشن اوكي هذا عبارة عن الفانكشن اللي احنا رسمناه اللي موجود عندي فبحيث لو انا اخذت قيمة هون اللي هي عبارة عن كاي سكوير الالفا والديجري اوف فريدم عبارة عن كي حيطلع معنا هاي الاحتمالية اللي حتمثل في النهاية قيمة الفا حتمثل في النهاية عبارة عن كي. هلا لو جينا نرسم بهذا الشكل وجينا هون اخذنا قيمة كاي سكوير ل 0.95 والديجري اوف فريدم بدها تساوي 10 اخذنا هاي القيمة اللي هي عبارة عن كاي سكوير ل 0.05 والديجري اوف فريدم بدها تساوي 10 هلا هاي المساحة تطلع بتساوي 0.05 وهي المساحة تطلع كمان بدها تساوي 0.05 هاي القيمة حتطلع معكم بدها تساوي 3.94 وهي القيمة حتطلع معكم بدها تساوي 18.3 من الجدول. هلا هاي القيمة كتسمية شو سميناها؟
الابر باوند. وهاي القيمة كتسمية سميناها لور. فمرة ثانية بالنسبة لهذا الفانكشن هنتعامل بنفس الطريقة مع قيم كونفيدنس ليفل معين مع ديجري اوف فريدم معينة. من خلال الجدول هنطلع الابر باوند واللور باوند اللي موجودين عندنا على كونفيدنس ليفل معين هنشتغل. في حد عنده اي سؤال؟ خلينا هلا بنفس الطريقه اللي حولنا فيها النورمال ديستريبيوشن واللي حولنا فيها تي ديستريبيوشن لابر باوند لور باوند، نروح نحول كمان الكايس سكوير ديستريبيوشن لابر باوند لور باوند بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا فيها هناك. فلو جينا نحول هون حيطلع معنا في النهايه سوري مسحته بالعكس. هيطلع معانا انه سيجما سكوير اكبر او تساوي n minus 1 في s سكوير ديفايد باي كاي سكوير من n الفا ديفايد باي 2 with n minus 1 اقل او تساوي n minus 1 s سكوير ديفايد باي كاي سكوير من n 1 minus الفا divided by 2 with n minus 1. طبعا اكيد بنفس الطريقة الـ confidence interval 100 في 1 minus alpha نفس اللي احنا كنا عاملينه. فهي حتكون بالنسبه لنا معادله الكاي ديستريبيوشن. هلا من وين اجت هاي معادله الكاي ديستريبيوشن؟ هي من خلال الفانكشن وعباره عن اكس سكوير از ايكوال تو ال ماينس 1 اكس سكوير على سيجما سكوير. خلينا هلا ناخذ اكزامبل. هاي المعادله اللي كتبتها من شوي صغيره انه قيمه سيجما سكوير كأبر باوند ولور باوند تكون أكبر أو تساوي n minus 1 s square divided by k square alpha divided by 2 n minus 1 أقل أو تساوي n minus 1 s square divided by k square 1 minus alpha divided by 2 n minus 1. وزي ما عرفناهم k square alpha divided by 2 n minus 1 k square 1 minus alpha divided by 2 n minus 1 هاي حتكون بالنسبة لي عبارة عن الأبر باوند، هاي حتكون بالنسبة لي عبارة عن اللور. اللي هو الرسم اللي انا رسمته من شوي صغيره اللي كانت بالنسبه لنا هاي الرسمه. وحكينا انه هاي القيمه وهاي القيمه، هاي حتكون بالنسبه لي عباره عن اللور باوند وهاي القيمه حتكون بالنسبه لي عباره عن الابر. هلا هدول القيم حيكونوا مثل طبعا هاي في حال الون سايدد كونفيدنس باوند بنفس الطريقه، لكن الفرق بدل ما يكونوا مقسمين الالفا ديفايد باي 2 حتصير عباره عن هاي عباره عن اللور باوند سيجما سكوير اكبر من ان ماينس 1 سكوير على كاي سكوير للالفا ان ماينس 1. اوكي وهاي هي عباره عن الابر باوند ون سايد، الون سايد الابر باوند هي عباره عن ان ماينس 1 سكوير على كاي سكوير 1 ماينس الفا في ديجري اوف فريدم اللي عباره عن. في حد عنده اي سؤال؟ هلا اذا بتلاحظوا انه تقريبا عم بتكرروا، لكن كل مره اما بكون عندي الفانكشن مختلف او بكون عندي الانونز هم مختلفين. اوكي؟ خلينا هلا ناخذ اكزامبل على هذا الموضوع. هذا الاكزامبل بحكي انه في عندنا سامبل سايز، راندوم سامبل سايز، عددها عباره عن 20 20 بوتلز. اوكي الفارينس بالنسبه له اس سكوير از ايكوال تو 0.0153 سكوير، وبتحكي لنا انه الكمبيوت 95% ابر كونفيدنس باوند.
مرة ثانية طبعا هذا الاكزامبل وان سايد صح؟ ان شاء الله الاكزامبل وان سايد بحكي احسب ال 95% upper confidence bound معناها يعني عبارة عن وان سايد upper bound confidence اوكي هلا بناء عليه حيطلع معنا سيجما سكوير اقل او يساوي n minus 1 s square divided by كاي سكوير ل 95% والديجري اوف فريدم الموجود عندي هي عباره عن n minus 1 معناها 19 هي عباره عن 19 هلا هذه القيمه من الجدول بتطلع هي عباره عن 10 10.117 طبعا قيمه s سكوير هي اصلا معطاها هي عباره عن 0.015 فبالتالي بتطلع معنا من الابر باوند بالنسبة لهذا القيمة هي عبارة عن 0.027 خلينا نروح على الجدول مش هتلاقي في الوان سايد بنعوض الفا صح؟ هلا في البوت سايد بتكون الفا ديفايد باي هلا هون عبارة عن بوت سايد خلينا نروح على الجدول هو بكون حكيت لك شو الاستيميت من البدايه بكون السؤال او المشكله الموجوده عندك بحدد لك هو شو الاستيميت او شو الشيء اللي شغال عليه هل هو شغال على اليمين ولا شغال على على الفاريبس فهمت شو قصدي؟ لا لانه كنا بنحكي اول مساله كان معنا الاس نفس الشيء يعني اوكي هلا هناك كان قيمه اليمين هو بحكي لك انه انت يعني هو لازم يحدد لك الكونفدنس بالنسبه له هو شغال على الفاريبس هو لازم يكون محدد يعني بمعنى ثاني قبل ما انت تبدا في هذا الموضوع تكون محدد الاستيميتر صح؟ هل الاستيميتر بالنسبه لك هو عباره عن المين ولا الاستيميتر بالنسبه لك عباره عن الفارس؟ اذا الاستيميتر بالنسبه لك عباره عن المين تشتغل على المين، الاستيميتر عباره عن الفارس هتشتغل على الفارس. لو رحنا على تيبل 6 هذا الديستريبيوشن هيكون عندي في هاي الجهه عباره عن ديجري اوف فريدم هيكون عندي في هاي الجهه سوري هون الديجري اوف فريدم لا سوري مش هذا الديستريبيوشن هذا السؤال الالفا فاليو اللي موجود عندنا كانت كم قيمتها؟ 95% وقيمة 19 ان هي عبارة عن 19 وبالتالي القيمة حتكون 10 تمام؟ بس على اساس نعم ثقتكم معظمكم في حد اخذ احصاء قيم؟ انا هذول الشغلات تقوم في احصاء اخذنا تي ديستريبيوشن سمول سامبل والمقارنة بين عينتين بالضبط هي اغلبها هيك يعني اوكي بس على اساس اللي بيتعامل مع الكاي سكوير ديستريبيوشن مره ثانيه ليش بنستخدم ديستريبيوشن؟ لان احنا شغالين على الفارس والفارس انت بتكون شغالين سكوير وما بقدر اتعامل فيه بنفس الطريقه اللي بتعامل فيها مع المين لان المين بتكون بتعامل فيها كشيء مش بارامتر اوكي فاستخدمنا الكاي سكوير ديستريبيوشن بالنسبه للتي ديستريبيوشن شو سبب استخدامنا للتي ديستريبيوشن؟ لما استخدم الفاليو الاس بدل الفاليو بالنسبه لسيجما ففي فرق عندي في الديستريبيوشن فانكشن اللي انا شغال عليه معادله النورمال ديستريبيوشن فانكشن فيها فانكشن صح؟
يختلف عن معادلة ديستريبيوشن جديد بدلالة اس بدل دلالة سيجما. السبب إذا متذكرين في اس وسيجما كان في عندنا n-1 وm، فالفانكشن بيطلع الفانكشن النهائي مختلف. طبعا هذا ليش بيعتمد على السامبل سايز الموجود، فعشان هيك كان في عندنا ديستريبيوشن فانكشن وعبارة عن t ديستريبيوشن وعرضناه من شوي صغيرة، شكله نوعا ما قريب من النورمال ديستريبيوشن، لكن الفرق بيعتمد على ايش؟ على الديجري اوف فريدم. هلا هناك بيفترض الديجري اوف فريدم بالنسبه للنورمال ديستريبيوشن جدا عاليه، فلو عوضتوا هاي في ديجري اوف فريدم عاليه حطها في الموشن كنترول ليش؟ للنورمال ديستريبيوشن. اوكي؟ خلينا هلا نعمل بريك. في شيء مش مفهوم لحد الان؟